الاهلي احمد الغندور، وده اول لقاء يديره لنادي الاتحاد. هيشوف اللقطة، وبالمناسبة اللقاء الوحيد اللي اداره احمد الغندور للنادي الاهلي هو لقاء المقاولون العرب اللي كان متواجد فيه عماد النحاس، وفاز النادي الاهلي بهدف في الدقيقة 67 عن طريق حمدي فتحي. لقطة أولى، لقطة فيها كلام، لكن الكلام الأساسي الكلام الرئيسي هيقوله حكم اللقاء وحكام الفار اللي استدعوا أحمد الغندور علشان ياخد القرار. ادي اللقطة مرة تانية بتتعاد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، المهم يكون القرار مظبوط وصحيح. ومن الأشياء الجيدة في بطولة الدوري تقنية الفار. هنشوف القرار، ركلة جزاء في الدقيقة 16 بيحتسبها أحمد الغندور لمصلحة النادي الأهلي، لمسة يد على سعيد السنبوريه واختبار شديد اللهجة على محمد عبد المنصف. ادي سعيدو سومبوريه اللاعب البوركينافي، رغم انه عنده خبرات لكن اندفع في اللقطة اللي فاتت. وهنشوف بيرسي تاو صاحب الخمس اهداف في مواجهة محمد عبد المنصف، اعتراضات من الديب وبيرسي تاو. اخر اهدافه كان في فوز الاهلي على سموحة 4-1، كان سجل ثنائية بيرسي تاو قبل الاصابة. حوار على بعد 11 متر، تاو وقوسة، بيرسي تاو ومحمد عبد المنصف، داخل تاو داخل تاو، وبيحطها في القائم، بيحطها في القائم.